بنات ام ملاك، وفي اطار الوجبات المجربه والصحيه كنقدم لكم اليوم واحد الخبز نتاع الزرع صحي ولذيذ وبنين وغادي يبغيوه الاطفال، وغادي يكون وجبه صحيه في الافطار ديالهم. الا تناولوه ما غاديش يجيهم الجوع وغادي يمتعهم بزاف نتاع الفوائد. فخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. مامي اذا بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الكميه من دقيق القمح، كاس نتاع السميده كنضيفوه عليها، معلقة ديال زريعة الكتان. هاد زريعة الكتان هذا هو الشكل ديالها، كاين تيقول لها بيضة الكتان ولا زريعة الكتان حتى نقولها بالعامية. تنجيبوها وكنمسحوها وكنقيوها، لا ما كتغسلش لحقاش الا تغسلات كتلصق بعضياتها ما تجيش الشكل ديالها مزيان. خميرة الخبز مقدار ملعقة، معلقة ديال الملحة، ماء دافي، وسميدة باش كنقرصو الخبيز ديالنا. إذا تنديرو شوية ديال الماء في ديك الخميرة، كنخليوها تتفاعل، كنضيفو داك الكويس نتاع السميدة للطحين ديالنا، كنخلطوه مزيان، ندير هاد الدقيق الكامل. كنديرو زريعة الكتان من الفوق، تنديرو الملح بجنيب، وكنخليو الخميرة ديالنا حتى تتفاعل مزيان، وكنبداو عملية العجن بطريقة عادية معروفة ديالنا. كنعجنو الخبز وكنخليوه شوية يرتاح، من بعد كنمرو للعملية أو المرحلة الموالية. هو شكل العجين ديالنا من بعد ما جمعناها بشوية د الماء دافي ودردرنا عليها شوية د السميدة ونخليوها ترتاح واحد المدة تاع 10 دقائق. إذا هذا هو شكل الخبز ديالنا أو العجين ديالنا، كنغطيوه بزويف ونخليوه يرتاح ونمرو للعملية الموالية. إذا العجين ديالنا بعد ما مرات 10 دقائق كنزولوه من الكسعة، كنحاولو نحيدو منو داك الهواء اللي تجمع داخله، وكنقسموه بقطع متساوية. نعم كل واحد كيشكل على حسب حجم ديال الخبز اللي كيفضلو. إذا أنا كما كتلاحظو عطاوني 4 ديال الخبزات، إذا كنحطوهم وكنبداو نشكلوهم، تنوضعو السميدة وكندلكو. إذا هذيك السميدة اللي قلت لكم في الأول، الفائدة ديالها بأننا كنطيحو شي مرات في أنواع ديال الزرع اللي كيلصق، فهي ما كتخليهش تيلصق، تيجي من داخل مزيان. اذا كنشكلوه بهذه الطريقه وكنخليوه حتى يرتاح. اذا كنستمروا على هذه العمليه حتى تنساليو كل الخبيزات اللي عندنا. هذا هو الشكل ديال القرصات اللي حصلنا عليهم، كنغطيوه وكنخليوه يرتاح لمده 5 دقائق وكنقرصوه وكنديروه في الاناء اللي غادي ندخلوه بعد ما ارتاح الخبز ديالنا. كناخذوا القرصه الاولى، ندردرو شوية د السميدة وتنبداو تنشكلو خبيزات. من الأحسن هاد الخبز هذا ما تقرصوش بزاف، لحقاش الخبز نتاع الزرع إلا قرصناه بزاف تيجي يابس. إذا في نفس الوقت كناخد اللاطة اللي غادي ندخل الفران، كندردر عليها شوية د السميدة وكنحطها في اللاطة ديالي وكنخليه يختمر مدة ساعة ولا نص ساعة على حسب الجو اللي درناه فيه يتخمر. فانا تنشكلهم بهذه الطريقه انت تشوفوا معايا. اذا انت تشوفوا ديك الحبيبات نتاع زريعة الكتان كي تظهر، كنخليوه كيخدم يرتاح وكنمرو نجمعو الخبيزات الاخرين ديالنا. اذا من بعد ما كنحطوهم كاملين كنغطيوهم وكنخليوهم يتخبى. الخبيز ديالنا بعد ما مرت ساعه هو تخمر، كندهنوه بشي شويه د الماء من الفوق وكنتقبوه بالفرشيطه وكنحشيوه يطيب في الفران حتى نكونو سخناه مسبقا. اخواتي الخبز ديالنا هو صار جاهز كما تتشوفوا من الداخل كي تيجي، راه ريحته غزاله وديك زريعة الكتان تتعطي واحد الريحه فنه. يمكننا نعتمدوا عليه في وجبه الافطار، فهو وجبه صحيه ومتكامله مع شويه دتاي وشويه ديال زيت البديه. وبالصحه والراحه، نتمنى تجربوه مع وليداتكم وينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.